طبعا احنا هنا من مستشفى جامعة اسيوط، وطبعا كان في حادث امس من محافظة اسيوط، اصطدام اتوبيس ركاب بسيارة اخرى، وطبعا ناتج عن الحادث 20 متوفين، وطبعا اصابات، وطبعا احد الناجين معانا من مستشفى اسيوط الجامعي، وطبعا نظرا لظروفه وحالته الصحية هنتكلم مع احد اقاربه وهيحكي لنا ايه الموضوع بالظبط وايه اللي حصل معاه. اللي حصل، انا ابن اخويا في جنة، انا امين راغب تدرس من محافظة جنة قرية الطوبية. اتصل بيا ابن اخويا امبارح الساعة 2 بالليل، فبيقول لي انا شفت صورة كورولس ابن سمعان، وسمعان ده نسيبي، يعني واخد اخته. سمعان ده يعني انا مربيه على ايدي، كان عمره 10 سنين، هو حاليا عنده بتاع 39 سنة، يعني نجار موبيليا وبابه شباك كده يعني. بس فالمهم اتصل بيه ابن اخويا، فبيقول لي شفت صورة كورولوس، وفي واحد اسمه جرشي سواق اسعاف من محافظة جنة ساكن في الزبيدي عارض صورة كورولوس، وحاطط رقمه، وحط الرقم بتاعه بتاع جرشي، يعني حطه على الصورة بتاعت كورولوس على اساس انه ايه اي حد يتصل بجرشي دوت ويتفاهم معاه ويقول له ايه اللي حصل وايه اللي كده يعني. فانا اتصلت بيه، طبعا هي جرشي انت منين؟ قال من الزبيدي. وكورولوس ده يقرب لك؟ قلت له اه، ده ابن نسيبي وكده. هي اللي حصل، قال لي ده عربيه بتاعت بترول دخلت في الاتوبيس، كان جاي من مصر وكده يعني، واغلب اللي في العربيه كله ما نجوش غير 3، طفل صغير واتنين تاني، دول بتهيألي فض من الاتوبيس فض يعني وكده. بس فعلى طول قمت بالليل، اخدت عربية الساعة 4 الفجر او 3:30 كده اهوت، وتحركنا على اسيوط، وصلنا المستشفى هناك. فروحنا لقينا طبعا كورولوس على السرير، يعني كويس الحمد لله، يعني بيتكلم وكده، بس في حبة حروق في ايديه وفي رجليه وكده. وفي المستشفى قاموا باللازم تمام يعني الحمد لله. بس انا عايز اقول حاجة، ان السبب في الخطأ دوت في الحادثة ديت، الطريق اللي هو بعد اسيوط ب40 كيلو، وانت رايح جنة في كافتيريا على اليمين هناك كده اهوت، قبل الكافتيريا ب7 8 كيلو، في ترجيح في الاسفلت وشغل في الاسفلت بيتعمل، فالطريق اللي احنا اللي كان ماشي عليه بتاع البترول ده طريقه اليمين اللي ماشي فيه الصح، يعني اللي جاي من بحري المفروض يبقى ماشي في الاتجاه الثاني. فنظرا للشغل اللي في الطريق، طبعا اضطر بتاع الاتوبيس ان يمشي في المعاكس، وده اللي تسبب في التصادم. فلو هو لو في علامات ارشاديه في الطريق تقول ان الطريق دوت فيه شغل مغلق، والخط الثاني ده مزدوج رايح جاي، يبقى بتاع البترول اللي جاي هيعمل حسابه ان في حد جاي قصاده في وشه، مش كده برضه؟ ده المفروض، فده ما حصلش، فده تقصير، ما اعرفش ان كان من بتوع الطرق ولا ان كان من بتوع المرور، فالحوادث دي ما تحصلش كده يعني. مش كل السواقين ماشيه مبرشم ولا بتاع ولا عمره ما كله. فالمهم فالتقصير ده كله انا شايف انه يا في المرور يا في بتوع الطرق، وما حطوش علامات ارشاديه تبين للسواقين يعني ان الطريق ايه في شغل وفي كده يعني، ان الخط دوت مزدوج. يعني انا من التضحيات الاب ينقذ ابنه من الشباك، انت عرفت المعلومه دي؟ انا والله احنا استنتجناها استنتاج ان هو ابوه لما لقي اتنين فضوا من الاتوبيس راح طبعا ضحى بنفسه، وراح شال ابنه وراح رماه زي الناس اللي فضت من الاتوبيس دوت، هم ثلاثه اتنين اللي نجوا من الاتوبيس يعني، وكرولوس ده ابوه بتهيألي هو اللي انقذه ورماه من الشباك وضحى بنفسه يعني، وده كل اللي حصل يعني والحمد لله. ألف سلامة يا كرولوس، ألف سلامة عليك. ألف سلامة. أنت منين يا كرولوس؟ من جنة. من جنة. مدرسة إيه يا كرولوس؟ ناصر. مدرسة إيه؟ ناصر. مدرسة ناصر، تمام. إيه اللي حصل معاك في الحادث؟ إيه اللي حصل بالظبط؟ إيه اللي شفته؟ اللي شفت الساعة 3:30، وكان قلنا هنقف 10 دقايق عشان الناس تركب، وبعد كده مشي الاتوبيس، مشي وقف ونمت انا، نمت بعد كده مش عارف راح بعد كده الجبل ولا ايه، وبعد كده ونمشي تاني، جيت نفس الشارع. نمشي تاني بس ما شفتش الحادثة، كنت نايم. كنت نايم. معايا ابن اخويا.
طبعا جامعه دسوق مستشفيات الجامعه من الاماكن اللي يعني في اي حادثه كبيره زي كده. اكيد حضرتك عايز تعرف ايه اجراءات مستشفى الجامعه دسوق اللي عملتها بالنسبه لحادث زي كده؟ والله احنا امبارح اتبلغنا معاك محمد جمال طبيب بقسم التخدير والعنايه المركزه جامعه اسيوط. احنا امبارح بالليل اتبلغ الاستاذ الدكتور علاء عطيه والاستاذ الدكتور محمد عباس خلاف رئيس وحده اصابات ان في حادث كبير حصل على الطريق اللي وصل ما بين القاهره وهنا عند وسط اسيوط، هنا عند اسيوط الجديده، ما بين اتوبيس تقريبا في حوالي 50 فرد، هو يعني الكباستي بتاعته او حموله 50 فرد بس الله اعلم كان فيه كام، بسياره محمله بالغاز تقريبا او الاسمنت لسه مش عارفين، وان في عدد كبير جدا من المصابين والحالات الوفاه قادمه لمستشفى جامعه اسيوط، ويعني طلبوا مننا ان احنا نرفع حاله الطوارئ القصوى في المستشفى، وفتحنا هنا عندنا في المستشفى حجرتين لانعاش القلب الرئوي بطاقه استيعابيه حوالي من 16 ل 18 مريض، واستدعينا جميع الطاقم الطبي وجميع التخصصات علشان برضو لما يجي احنا لسه مش عارفين المرضى اللي جايين او المصابين اللي جايين ممكن يكون فيهم ايه تخصصات مطلوبه، فاستدعينا جميع الاطباء الموجودين. جالنا بعد كده من الحادث اتنين مصابين، الطفل كرولوس وشاب اسمه طارق، تمام، وصلوا عندنا هنا كانوا موجودين في درجه وعي كامله، بسرعه رحنا ندخلهم على طول عندنا حجره الانعاش قلب الرئوي، عملنا لهم الاجراءات اللازمه، لقينا ان هم علامات الحيويه عندهم منتظمه، فبدانا بعمل الاشعه السريعه، اشعه على المخ وقلب وصدر واشعه على العظام، تبين ان كرولوس الحمد لله ربنا كريم ما عندوش اي كسور او اي مشاكل في القلب والصدر او المخ، حروق في متفرقه في الجسم في درجه حوالي 15% درجه اولى. طبعا الدكتور التجميل اللي كان موجود قال ان الكلام ده كله هيمشي بطريقه يعني تحت الملاحظه، هيمشي تحت الملاحظه وبغيارات. بعد كده طارق اكتشفنا ان احنا في شويه مجموعه كسور في الرجلين وتجمع دموي بسيط في المخ، وطبعا كلمنا العنايات الموجوده عندنا وفرنا اماكن للمصاب بحيث ان هو يطلع يعمل كان هيطلع يعمل تدخل جراحي مثبتات وكده للعظام، وبعد كده هينزل العنايه ان شاء الله. اما كرولوس الحمد لله حالته مستقره وتحت الملاحظه في وحده الاصابات هنا لغايه ما ربنا ياذن ان شاء الله ويخرج من عندنا باذن الله. انا عرفت سيادتك ان عميد الكليه او رئيس مجلس اداره مستشفى الجمعيه عطى تصريح ان يا جماعه اتعاملوا مع الحاله وما اتخذوش اي اجراءات. طبعا احنا اول ما جه كرولوس وجه طارق وبعدين جه مريض تاني محول من مستشفى اخرى كلهم كانوا جايين من غير اهليه، يعني كانوا جايين من غير اهل، من غير حد معاهم تاني، فالدكتور الدكتور علاء والدكتور محمد ادوا امر مباشر ان اي اجراءات واي فحوصات او اي تحاليل مطلوبه تتم بشكل سريع وبدون اي تصريح وبدون اي ورق لغايه ما ربنا يسهل، وبعد كده بنشوف الموضوعات دي بعدين، لكن الاهم دلوقتي هي حياه الطفل وحياه الولد اللي موجودين في الحادثه، وبعد كده اي حاجه تيجي يعني. فبالفعل اتكلمنا هنا الاداره وعملنا الاجراءات سريعا جدا ودخلناهم بسرعه الاجهزه بتاعه الاشعه والمقطعيات وعملوها الحمد لله وطمنا عليهم يعني. هو كان ايه العمليات اللي تم اجراءها مثلا الحالات؟ احنا عندنا هنا كرولوس الحمد لله اموره مستقره تحت الملاحظه، مجرد غيارات بس على مجموعه الحروق اللي حاصله عنده دي. عندنا طارق هيحتاج بس تدخل جراحي عظام ان هو عنده الركبه غير ثابته فده هيضطر ان هو يعمل مثبت، وعندنا ايمن اللي هو جه من مستشفى اخر ده هيعمل مثبت على عظمه الفخذ.